بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الإخوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين الطويرات؟ كي داير الأهل ديالكم؟ الولاعة غدا مزيان، تنتمنى من الله سبحانه وتعالى باش تكونوا في صحة جيدة نتوما والأهل ديالكم والفراخ ديالكم، ونسأل الله التوفيق في هذا المجال هذا، وتتبقى دائما هي ولاعة وهواية إن شاء الله الرحمن الرحيم، قبل كل شيء، قبل من الفلوس، قبل من اي حاجه. الانسان خاص تكون عنده واحد المتعه، واحد الرغبه في التربيه ديال الطيور، اللي بغى يربيهم يكون تيحبهم، يكون تيبغيهم باش يعطي. اي واحد كيحب شي حاجه في الحياه ديالو الا هو تيعطي، سواء كانت رياضه، سواء كانت صيد، سواء كان قنص، سواء كان تربيه ديال الحمام او الكلاب او القطط او الطيور، خاصو يكون تيحبها وتيبغيها. ما تيهمش يكون عنده عليها معلومات كبيرة ويكون تيعرف، يكون بيطاري ولا يكون دكتور ولا يكون أستاذ قاري، ولا خاص أول حاجة يكون تيحب هذاك الشيء اللي تيديرو، هذيك الطريقة اللي بغى يتعامل بها مع دوك الفراخ ولا مع دوك الحمام ولا مع دوك أي حيوان، أي في أي مجال. وحنا في مجال ديالنا ديال تربية الطيور وديال يعني كاين اللي تيدير الانتاج منها باش ياكل ويشرب منها، تيعيش منها، كاين اللي دايرها غير ولاعه ولا نتجات له تيبيع الاخوان والاصدقاء واصحابه، يعني كاين اللي ما واقفش عليها 100%، كاين اللي عايش بها 100%. نسال الله التوفيق للجميع. كاين ناس مولوعين تيبغيو يسمعوا واحد الصويت زويون ولا يشوفوا واحد لون معين في بعض الفراخ، كل واحد والرغبه ديالو، الا ان الحمد لله رب العالمين كتجمعنا هي الحب ديال دوك الطيور او دوك الفراخ، ولا خاص تكون عندك حب الهوايه باش يمكن لك تعطي في اي ميدان في اي مجال. والحمد لله يعني كاينين اخوان تبارك الله ما شاء الله، كاين اخوات حتى هما مولوعات، كاين مولوعين ومولوعات، اللهم لك الحمد والشكر. نسال الله التوفيق في التربيه ديال الطيور والعنايه بهم، ونسال الله التوفيق في الحياه ديالنا العامه كلها ان شاء الله الرحمن الرحيم. اولا تنوجه الشكر ديالي، الشكر الجزيل للاخوان كاملين اللي عندي معايا في القناه، واللي تيتحاوروا معايا، تيتسائلوا معايا، تنسولهم انا، كيكونوا عندهم اجوبه، كيسولوني هما، نحاول باذن الله ان شاء الله الرحمن الرحيم نعطيهم اجوبه. تنشكر جميع الاخوه اللي تيشجعوني. في الحقيقه انا راه ما دايرش هاد القناه باش نتساهل منها نربحوا شي حاجه منها ولا نجيو، لا انا دايرها للتواصل، اللي تيكون تيبغي الناس، اللي تيكون تيبغي الناس بزاف، اللي تيكون تيبغي يكون اجتماعي، وهذه لابد تيقلب على شي حاجه باش يمشي. مثلا ملي كنا تنمشيو للبحر نصيدو ولا تنقلبوا على الاخوان، تتعرفوا معاهم، تتصاحبوا معاهم، تبقاو نديروا معاهم الوقت. وهذه عاوتاني ملي دخلنا للمجال ديال الطيور والتفريخ، وهذه تنتلاقى مع الاخوان وتنقلب على الناس اللي في هذا المجال وتنصاحبوا ونتعرفوا، اللهم لك الحمد والشكر. مرة أخرى شكرا، شكرا لكم بزاف، وتنطلب من الله سبحانه وتعالى أن توفق في أي حاجة درتها، يعني نتوفق فيها، ويكون عندكم حتى نتوما استفادة من هاد البرامج ولا هادشي اللي تنقدم على القناة ديال اليوتيوب هي قناة طيور الكناري. تنعرفوا جميعا أنه ملي تنخرجوا من مرحلة تغيير الريش تندخلوا في مرحلة الراحة، ومن مور مرحلة الراحة كندخلوا في تجهيز ديال الفراخ وعزل الذكور والإناث اللي غادي نخدموا بها إن شاء الله الرحمن الرحيم في هذا الموسم الجديد، نسأل الله التوفيق. من بعد ما كنعزلوهم كنديرهم في الأقفاص باش نشوفوا ليتوا الموت، نبداو في مرحلة ديال التطهير. الأمعاء هي تتكون عامة على الطيور كاملين، الا ان هذوك الاناث والذكور اللي غادي نخدموا بهم خاصه خاص يكون عندهم واحد العنايه زايده، لان بهم باش غادي يكون الانتاج مزيان. الا خدمتي عليهم مزيان، عطيتيهم مقويات، عطيتيهم محفزات، عاونتيهم على الوقايه من الامراض ومن التشحم الكثير،
حتى تكون النتيجه مزيانه، ودوك الفراخ او داك البيض اللي تيخرج ولا تيبان بالله راه خدمتي او لا ما خدمتيش. لهذا قمنا في الاول بتطهير الامعاء والمعده، وقمت كذلك بوضع فيديو تشرح فيه الكركم والفوائد ديالو. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نتطرق للقسط الهندي. القسط الهندي اللي كنصحكم تستعملوه وتقلبوا عليه وتسولوا عليه وتعرفوا الفوائد اللي فيه. اللهم لك الحمد والشكر. كل هذه الاشياء طبيعيه وجدها لنا الله في الطبيعه، كاينه في الطبيعه يمكن لنا نخدموا بها. حنا ما تنقولوش بان هاد الطيور حتى هي في الطبيعه تتمشي تغليت، ما تنعرفوش. يعني اللي تيعرف هذاك الشيء هما الناس الاخصائيين اللي تيتابعوا الطيور في الطبيعه وتيشوفوهم كيفاش تيعيشوا، كيفاش شنو تياكلوا وشنو تيشربوا. ولكن حنا بحكم التجربه والاخوان اللي سبقونا في الميدان باش تنقدوا نوصلوا لهذا الشيء وتنجربوه على الطيور وتيعطي مفعول. الا اننا خصنا ناخذوا الحيطه والحذر باش ما نقدموش واحد الكميات كبيره من هذه الاشياء كامله اللي تنقدموا، لا توابل ولا اعشاب ولا خضر ولا فواكه ولا حبوب، ما نقدموش منها واحد الكميات كبيره حتى لا نفسدوا النظام الغذائي ديال الطيور ديالنا والحاله الصحيه ديالهم تدهور والفراخ ديالهم حتى هما تكون عندهم الصحه ديالهم ضعيفه. وهذا خاصنا كل حاجه ان شاء الله الرحمن الرحيم نعطيوها واحد الدقه باش نقدموها للطيور ديالنا وناخذوا كميات قليله ونقدموها اليوم. ما نساوش هادو طيور صغيره، يعني ماشي شي حاجه كبيره. الا درتي ملعقه صغيره ديال احد المكونات في اطرو ديال الماء كافيه لسبعين طير كافيه لسبعين طير، وخاصك تاخذ الحيطه والحذر. درتيها في الحبوب كذلك، ربعه ديال درتي 4 غرام مع كيلو ونص ديال الحبوب ولا كيلو ديال الحبوب، خاصك تاخذ الحيطه والحذر لان هادشي ما فيهش تفريه. ما يمكنش غادي تشد التفاحه وتقرضها وتحطها لجوج ديال زوج من الكناري او البادجي في القفص ديالهم تعطيها لهم ياكلوها، لا واعره عليهم، غير صحيه. لهذا تنصح باخذ الحيطه والحذر ووضع القليل من كل شيء، ومره ايه مره لا، وماشي دائما ان شاء الله الرحمن. اليوم نتكلموا على القسط الهندي. القسط الهندي مهم جدا للطيور خصوصا في هذه الفتره، هذه فتره ديال التجهيز. هو محفز قوي للذكور ويساعد الاناث على المبيض، وله فعاليات كثيره. تعالج التسيف عند الطيور وذلك بفتح الشهيه ديالهم على الاكل. تحارب الديدان المعويه، يعالج الكوكسيليا والميغا بكتيريا، وهذا بشهاده بزاف ديال الاخوان المربيين اللي استعملوه في هذا المجال. هذا له اهميه كبيره على الخصوبه، خصوبه ديال الذكور والاناث. له فضل كبير على البيض. مهيج فعال للذكور، مهيج فعال للذكور. يعالج تشوش الريش ويقويه ويساعد من لمعانه. يعالج كذلك مرض الجدري. كل هذه الاشياء مهمه، يمكن تقديمه في الماء، وذلك بوضع ملعقه صغيره في لتر من الماء، ثم غليه بحال تنغليو اتاي. نغليه مزيان حتى يغلى مزيان، نحطوه يبرد، ومنين يبرد لا غد ليه صباح ان شاء الله من بعد ما نكونوا عطشنا الطيور ديالنا، نعمروا لهم في المشربيات شويه 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 لكل واحد. يعني ما محتاجينش هما باش يشربوا المشربيه كامله، غير المقدار اللي غيدوزوا بها النهار، مده ديال 24 ساعه فقط لا غير. حيدوا المشربيات ان شاء الله الرحمن الرحيم لا غد ليه، نغسلوهم مزيان، نقدموا فيهم الماء الصافي ونخليوه الفريخات ديالنا هكاك، اولا نقدموه في الطعام. نقدموه في الطعام في سميتو في الحبوب، كنشدو ديك الحبوب المختلطه اللي تيموتو عليها الفراخ وعزيزه عليهم، كنشدو هذاك القدر اللي غادي نفرقوه على الاقفاص كامله من مسارح ومن اقفاص وكل شيء، وكنديرو الحبوب المختلطه، وكنهزو واحد الملعقه ديال القسط الهندي، وكنديروها مع دوك الحبوب، وكنزيدو عليها واحد ملعقه كبيره او ملعقه ونصف من الزيت ديال الزيتون،
وكنخلطوا الجميع مزيان، حتى تنخلطوهم مزيان وتنقدموهم للطيور ديالنا في المعلفيات كاملين لمدة ديال 24 ساعة، ياكلوه حتى الغد ليه ونحيدوه ليهم، ماشي مشكل، هو خا يبقى عندهم ما تخافوش منه، لأن ما فيهش حتى شي حاجة، يعني لغد ليه أي وقت في النهار التالي يمكن لك تحيده وتقدم لهم الزوان لا غير، عاوتاني ياكلوا الزوان ان شاء الله الرحمن الرحيم مدة ديال 5 ايام، وعاد نعاود نقدموا لهم الخلطة بدون لا قسط الهندي ولا حتى شي حاجة، ديك الساعة غادي نعاود ولا حاجة اخرى ان شاء الله الرحمن الرحيم. تنتمنى باش ما يكونش الفيديو طويل بزاف، ولكن الحمد لله هذا الشيء كله عنده أهمية للطيور ديالنا، عنده فائدة للطيور ديالنا. تنتمنى من الله سبحانه وتعالى باش يوفقنا جميعا باش نحسنوا من الانتاج ديالنا. الفيديو اللي قبل من هذا سبق لي وهضرت على الطريقة اللي غادي نتخذها ان شاء الله في الطيور ديالي، وهي تغيير دم. نحاول ما امكن نلاقي بعض الاناث وبعض الذكور، واخا ماشي من نفس الفصيله، ماشي من نفس يعني كما تنقولوا طفره، ونشوف شنو غادي يعطيو النتيجه ديالهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. وهذا هو الهدف من المزرعه، انا راه ما دايرينش فاش غادي ندون نخرجوا للسوق ولا نخرجوا للسوق العالميه ولا غنتنافسوا ولا هادي، دايرين المزرعه باش نشوفوا الانتاج ديالها كيفاش غادي يكون، شنو هما الفريخات اللي غنقدوا ننتجوا، شنو غنقدوا نعطيو ان شاء الله الرحمن الرحيم. نتمنى من الله خير، الا كاين شي سؤال، الا كاين شي ملاحظه، ولا كاين شي تعقيب، اي حاجه مرحبا مرحبا. كان معكم اخوكم محمد من قناه طيور الكناري، اسال الله التوفيق لنا ولكم، دمتم في رعايه الله، السلام عليكم ورحمه الله.